اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها اسفل الشاشه، تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات هذا البرنامج على واحد من ذني الارقام، تعطونا رايكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها او بالمواضيع اللي انتم تردون تحجون بها مشاهدينا الكرام، في حال انه ما قدرت تتصل بنا لاي سبب إن كان، الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب تقدر تنزل لنا رساله على رقم الواتساب نقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. مشاهدينا الكرام نبدي حلقه اليوم واول ملف ويانا هو ملف الكتل النيابيه اللي تسمي نفسها بمحور المقاومه واللي عندهم شعارات رنانة بس بالخطب والكلمات والعركات بيناتهم، أما فعل لا، الجماعة هبياض. تسألوا العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي عن مصير شعارات المقاومة اللي ترفعها ميليشيا الحشد الشعبي اللي طالما هي تتبجح بيها بظل استمرار العدوان على غزة. ما أبدوا عراقيون سبق أن فضحوا ما يعرف بمحور المقاومة الولائي، ما أبدوا استغرابهم من صمت الميليشيات أو عدم اتخاذهم أي فعل على الأرض أو الاكتفاء بالاستعراضات والبيانات والكليبات الحماسية اللي هم مشهورين بها حاليا. استقبلوا عراقيين تصريحات الميليشيات خصوصا ميليشيا بدر بموجة سخرية، فمنهم من ذكر بتلقي هاي الميليشيا تمويل أمريكي بوفقا لتقارير سرية كشفت عنها الصحافة الأمريكية، ورما استفادت هاي الميليشيا من الدعم الموجه لوزارة الداخلية الحالية، ومنهم من نشر صور لرئيس كتلة ميليشيا بدر بالبرلمان مهدي تقي الآمرلي، الأخ قاعد يصلي بمزرعته بصفة غزال وسيارة مارسيدس جديدة، وعلقوا عليها قائلين يعني هل تتوقعون أن هذول المتنعمين بأموال السحت الحرام والفساد هل من المعقول أن ينتظروا أن يهبوا للدفاع عن فلسطين وأن نصدق أفعالهم أو نصدق أقوالهم أو تصدق أفعالهم لأقوالهم؟ هذا الشخص يصور نفسه برياء هو دي قاعد يصلي بمزرعته بصف غزلانة وينشرها على منصة تيك توك بوقت تنفذ به مجازر بغزة، ويدعي هذا وغيره من زعماء الميليشيات نصرتهم إليه. تعالوا نشوف. عرفنا عندك مزرعة، وعرفنا انت مربي غزالة، وعرفنا عندك مارسيدس سودا جديدة، ليه جاي تصور روحك؟ الصلاة إلي لو لغيري؟ لو الصلاة للتيك توك حتى يبيعون عندك مزرعة وسيارة ولابس دشداشة سودا وبها كم خط أبيض؟ هذا صارت له فضيحة بمعنى الكلمة فضيحة. العراقيين يقولون إنه الميليشيات الولائية ومنها ميليشيا بدر وجدت لقتال سكان المدن المنكوبة بالعراق وتهجيرهم، إضافة عن السوريين خدمة لأهداف إيران الطائفية بالمنطقة وتغيير ديموغرافية تلك المدن، لأنه لا يمكن أن تكون هاي الميليشيات بأي شكل من الإشكال بندقية ضد الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين وراء عمليات القتل على الهوية اللي مارستها بالعراق هاي الميليشيا وغيرها. على الرغم من تورط هاي الميليشيات بجرائم وانتهاكات موثقة ضد الفلسطينيين بالعراق، لكن هي تدعي اليوم نصرتها للقضية الفلسطينية، ويمارس زعماء هاي الميليشيات وأحزاب العملية السياسية اللي أوجدها الاحتلال الأمريكي بالعراق دور كوميدي لما يطلقون العنان لتهديداتهم اللي وصفت بالجوفاء من قبل العراقيين بظل الحرب المستعرة في فلسطين. رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الآمرلي اللي شفناه قبل شوية دا يصلي يم الغزال تعرض إلى موجة سخرية بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأخطاء اللغوية اللي وقع بها أثناء قراءة خطابه بمجلس النواب حول فلسطين، واللي وصف ما فعله بالمجزرة ضد اللغة العربية، أو وصف أنه دا يسوي مجزرة باللغة العربية بوسط تساؤلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى أهلية هذا النائب اللي يريد تحرير فلسطين ويدعي الانتماء لكتلة إسلامية وهو ما يعرف قراءة آية من الذكر الحكيم بالقرآن الكريم
بشكل صحيح. تعالوا نسمع بيان عن كتلة بدر النيابية في مجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأن ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. صدق الله العظيم. تعرف كتلة بدر النيابي استنكارا شديد للجرائم التي ارتكبتها الصهاينة العالمية ضد أبناء شعب الفلسطيني في هذا المرحلة الحاسمة التي تمر بها امتنان العربي والإسلامي. ونعد تأكدا عن موقفنا ومبدأنا الثابت باتجاه قضية الفلسطين الذي سبق وتحدثنا عن أمين العام منظمة بدر حاج هادي العامري، ونعد تأكدا عن موقف العراق الثابت بقضية الفلسطين، ولن نتراجع عن دعمها، ولن نقف مكتوفي الأيدي قبل جرائم البشعة التي ارتكبتها الكيان الصهيوني. أيها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، إن شعب الفلسطين اليوم يتعرض لأبشع أنواع القتل والتهجير ومختلف الانتهاكات المنابية ومبدئية لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الغاضب، ولبدء من هذا الوقت الحقيقي مع نصرتهم لوقفة بوجه جرائم الصهيوني الكبرى. وإذا نجدد تأكدا على دعم الشعب الفلسطيني، فإن في عراق يوم نقف بكل ما أوتينا من قوة ومن أدوات السياسية والإعلامية وفكرية، فضلا عن إرادة شعبنا وفي دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. شو أقدر أقول عليه هذا؟ أذن، بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون، مو يقاتلون، هم كانوا دا يتأذون المسلمين، إذن لهم رب العالمين بالقتال. بأنهم، أنت أولا حرفت ونقصت حرفين، بأن ظلموا، بأن شنو، أن منو، بعدين ارتكبتها الكيان الصهيوني، كيان باللغة العربية مذكر ارتكبها حبيب قلبي. إننا عراقيون، ديكي بزوزة دقم، حج راضي قاعد يقرأ الرسالة السهام السبتي. شنو الفيلم؟ شو تريد أنت؟ صدق شو تريد؟ هذا خطابك هسه طلعت بيه كله من عندم، كل شيء ما افتهمنا، بس افتهمنا كلمة واحدة، الأمين العام لمنظمة بدر، الحاج المجاهد ما أدري منه اللي أنت سميته، ما شنو، من وين حاج ومن وين مجاهد ما أعرف. يمكن لأنه حارب ويا إيران ضد الجيش العراقي الباسل بحرب العراقية الإيرانية، لما الإمام قال له صلح صلح وحرب حرب فيعتبروه مجاهد. الناس لما سمعت خطاب الأستاذ في اللغة العربية علقت على هذا الموضوع. جاسم سويت يقول اللغة العربية تريد واحد يحررها من بدر. وتعليق آخر من سعد وقاص يقول أقصيدي إذا هذا الجاهل عنده شهادة سادس ابتدائي لا كان يعرف يقرأ. عمر آل سلمان، بيان كتلة بدر النيابية في البرلمان بحاجة إلى بيان إدانة لما ارتكبوه من جرائم بحق اللغة العربية خلال قراءة البيان. أي والله صدق. حسين الجنابي، شلون صار نائب؟ شهادته شنو؟ عمي هو ياهو اللي يجي يقود دولة؟ لا والله. هاي كانت تعليقات الناس على سماحة وسيادة النائب الفطحة الفذ سيبويه اللغة العربية عام 2023، اللي غلط بالقرآن وغلط بالقواعد. شعب الفلسطين مناوئة ما عرف يقراها، المناوبة لحقوق الإنسان. شنو حقوق الإنسان؟ كانت تشتغل بمستشفى وعندها مناوبة مثلا. ولما نطلع نحكي يقول لك ليش تحكي؟ إذا هم ذولا قاعدين يقودون، إذا هذول قاعدين يمثلون كتل نيابية وفوق القاهرة الإسلامية، أنت من تصلي تقرأ قرآن؟ لا لا، لو تقرأ شعر. ترى كارثة، كارثة بكل معنى الكلمة. وهذا تلقوه يطلع إفادات ويحكي ويخطب ويحكم والناس تخاف منه، ورئيس كتلة نيابية الأستاذ مهدي تقي، وآية بالقرآن ما عرف يقراها، هو خطاب كله ما عرف يقراه. مرة الثانية لما تردون الأستاذ مهدي يقرأ خطاب، رجاء جيبوا مترجم. عباسي اللي كان موجود تحت موسى الحلاق
لازم تحطوا لنا اياه بالبرلمان. حتى من يحكي حج جهاد، عفوا مهدي تقي، مو حج راضي، عبوسي ترجم حتى نعرف ايش يقول. كل شيء ما فهمنا من عند الاخ. دولة يقودون بلد واحنا عاتبين ليش التعليم ما يصحى، وليش الصحه ما تصحى، وليش الخدمات ماكو، وليش الاقتصاد انتهى، وليش الزراعه ماتت، وليش الصناعه انقضى عليها. اذا هم ذولا قاعدين يقودون البلد، اذن للذين يقاتلون بان ظلموا. بالله ما ما استحيت وانت رئيس كتله. ابو عمر من الناصريه حياك الله. السلام عليكم عمي. استاذ اسال شلونك عمي؟ ابو عمر وياك، شلونك عمي؟ والنعم منك ابو عمر. شلون صحتك؟ شلونكم؟ طبعا طبعا بالنسبه كل الحاج هم ذولا المقاولات، مو المقاومه، المقاولات ذولا. نعم. التوابع مال ايران. نعم. زين ولا زين، هاي ايران، ايران سوت بشعبنا فلسطين خطيه. دمرتها دمار. زين ولا شو الحين انتم اسلام؟ هم انتم ما يكم الاسلام، انتم ذول المقاولين. تسويتوا بجماعتنا هنا الغربيه زين ولا انتم كلكم توابع؟ ايش لكم بهالسوالف هاي؟ نعم. انتوا تبع فلسطين؟ لا والله تخرجونا تبع فلسطين. انتم انتم فلسطين شنو هي؟ انتم ناس ذيوله وايران امبرياليه صهيونيه. انتم انتم طابقين وين الامبرياليه الصهيونيه؟ وين اسرائيل؟ حتى ايران دلولا. نعم. وبعض باقي الدول هم طابقوا ويا اسرائيل. انتم من ضمنهم، انتم من ضمنهم كذابين ناس هدخية صارطين. طلعنا ذاك يوم، طلعنا لبغداد بساحة التحرير طقيتونا. هاي سفنة. احنا ندافع عن وطننا. نعم. مو بس ندافع عن وطننا، ندافع عن الشعب الفلسطيني خطينا المظلوم. من وراكم مظلوم؟ من ورا ايران؟ من ورا امبريالكم هاي الصهيونية؟ ضربتوا بالعراق زربان. انتوا سويتوا بالعراق عمي؟ طقتونا ذاك يوم، احنا طقتوا طوار تشرين. ليش تكذبون؟ عيب عليكم تكذبون، عيب عليكم تكذبون. قاعد انتوا حراميه، حراميه سفله. والله دمار فلسطين كلها من عندكم، انتوا اكبر امبرياليين. نعم. لا لا يا مجاهد، هذا مجاهد، هذا راسه تقول كذا راس ثور. هذا مو كان يحاربنا هذا بالقادسيه؟ نعم. اذا وين هو؟ وين مجاهد؟ يا مجاهد مقاول، انت مو مجاهد. سريع انتو سفنه، انتو سفنه الميليشيات، ميليشيات ايران. لان ايران وين؟ no. ايران no. هسه وين اسرائيل؟ ودمروا شعب الفلسطيني خطيه، شعبنا هذا المظلوم. نعم. هم يتمتون 40 حد الان. نعم. شكرا، شكرا لك ابو عمر. على خلفية ملفات الفساد المختلفة بوزارة الصحة بالعراق، الناس بعدها تناشد المسؤولين، بل كتلقون حل اللي اعتبروه كارثة، بإشارة إلى الواقع الصحي المتردي ورا ما كان العراق بصدارة دول الشرق الأوسط بمجال الصحة والعلاج والبنى التحتية الصحية والبنى التحتية المتطورة للمستشفيات والمؤسسات الصحية. صارت المستشفيات العراقية نتيجة عدم الاهتمام عبارة عن مادة إعلامية للفضائح أو سبب للتندر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي انتشرت في عصر التكنولوجيا الحالي، وراحت تنشر صور وتبث تسجيلات لفيديو تظهر انعدام النظافة والإهمال. مثلا بالأنبار مراجعين انتقدوا حال مستشفيات المحافظة بظل الإهمال الحكومي، ووصل الحال إلى أن تكون المستشفيات مكان لتكدس النفايات وتحولها إلى مكب من دون اكتراث من قبل الجهات المختصة. تعالوا نشوف هذا الفيديو. هذا أحد المرضى ينظف المستشفى، تقعد هلا دعك يا مدير الصحة، دعك قرة عينك دعك على الغرفة، دعك على الوصافة، دعك قرة عينك يا والله. تبقون بالمليارات، تبقون بالفلوس مال الفقرة. المستشفى اللي من المفترض أن تكون درجة النظافة بها عالية جدا وخالية من الميكروبات والفيروسات، لسبب أنه أنت طب مريض يعاني من فيروس أو ميكروب أو مرض فيريد يتعالج، فلازم تكون البيئة مناسبة وصحية للعلاج. أما مستشفيات العراق مثل ما شفتوا، مستشفيات العراق اليوم عبارة عن عن عن
أجلكم الله زبالة. نطلع من النفايات يلا حتى لا أحد يقول لي مو بس الزبالة. راح نشوف هنا القضية اللي صارت بصلاح الدين. ما كانت عمليات فساد وزارة الصحة اللي انفضحت أمام الرأي العام ونالت اهتمام شعبي كبير لولا ما أخذ على وزارة الصحة اللي فقدوا المواطنين بها ثقتهم بشكل تام. على خلفية فقدانها إمكانيات كثيرة كانت تمتع بها قبل عقدين من الزمن، خصوصا في فترة الحصار وما قبل الحصار والعصر الذهبي للعراق على أقل تقدير. وباتت كل المرافق بالمستشفيات من مسببات الموت أو مسببات المشاكل اللي تهدد حياة المواطنين، بما فيها المصاعد اللي تفتقر إلى صيانة دورية. مستشفى تكريت التعليم بمحافظة صلاح الدين مصعد إجي يتسبب بموت عائلة كاملة بسبب إغلاق أبواب المصعد على العائلة واحتجازهم مدة 35 دقيقة انعدم فيها الأكسجين بالوقت. ماكو جرس إنذار بداخل المصعد وقوابس المصعد تعطلت ومحد دار لهم بال. خلونا نسمع هاي الشهادة. معنا اليوم حادثة في مستشفى تكريت التعليمي وكادت أن تكون موت محقق لولا فضل الله ورعايته. الحادثة كانت في أحد المصاعد الخاصة بصعود المواطنين، فبعد أن تم إقفال المصعد علينا لمدة 35 دقيقة والضغط على زر الطوارئ المستمر والمناداة وانقطاع الكهرباء لعدة مرات ونفاذ الأكسجين داخل المصعد، كنا نفقد حياتنا أنا وعائلتي في يوم 16/2023 الساعة 3 بعد الظهر. المصعد يفتقر إلى أبسط الخدمات، المصعد لا يوجد فيه أرقام للطوارئ ولا يوجد فرق خاصة لصيانة المصاعد في محافظة صلاح الدين ولا في مدينة تكريت مستشفى تكريت التعليمي. ونحن بدورنا قمنا بالاتصال بأشخاص خارج المستشفى واتصلوا بالأمن لفتح فتح المصعد وإخراجنا منه، وبذلك نحمل الجهات المعنية سلامة المواطنين وعليه سنقوم بتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة المختصة عن التقصير الحاصل من قبل إدارة مستشفى تكريت التعليمي وإدارة صحة صلاح الدين. أخوي المراجع، قبل ما تصعد للمصعد بأي مستشفى بعد بالعراق على مود لا يصير بك اللي صار بهاي العائلة بمستشفى تكريت التعليمي، ألزم الباب وألزم تليفونك، شوف أكو شبكة جوال أو لا على مود تقدر تتصل، لأنه ذولا لو ما قادرين يتصلون كان بقوا بالمصعد ولا سمح الله كان راحوا. مصعد ما بي جرس إنذار، ما بي زر طوارئ، أكو بالمصاعد أكو جرسين، أكو دقمتين، واحدة للاتصال بالصيانة، واحدة جرس إنذار حتى تنبه الجوة أنه هذا المصعد عاطل. وينن؟ شنو ترك؟ اللي اخترعهن بالمصعد ما يفتهم شو بالعراق بالضبط؟ مثل في تركية تودي له سيارة يقعد يصلع لك بالسيارة ومنتج عليه يقول لك حبيب قلبه هاي 6 براغي زايدات ما أدري مين طلعن، تودي له جهاز ما استنساخ للصلحة يقول لك هاي 4 براغي زايدات، تودي له خلاط يقول لك هاي 3 براغي زايدات، اللي حطهم ما يفتهم. بالموصل بمركز محافظة نينوى وراء الحريق اللي تسبب بوفاة 125 شخص وإصابة عشرات بقضاء الحمدانية اتخذت السلطات الحكومية قرارات ولو هي متأخرة لمعالجة ملف المباني الغير خاضعة لشروط السلامة والأمان ومن بينها المباني الكرفانية. قررت وزارة الصحة إغلاق كل المرافق الصحية الجاهزة بنينوى لتجنب وقوع كارثة مشابهة لحريق الحمدانية. ناس وناشطين أشاروا من الموصل إنه القرار لإغلاق المستشفيات الكرفانية بنينوى ضروري، لكن تطبيقه فجأة من دون توفير بديل فاقم من الوضع الصحي والمأساة اللي بيه، خصوصا أن المرافق اللي تقدم خدمات صحية معظمها هي مواقع كرفانية بمحافظة نينوى. من صور مفاقمة معاناة المواطنين عقب إغلاق هاي المراكز اللي وجد أحد المراجعين بمستشفى الموصل العام ورما اضطر أن يشتري كافة المستلزمات الطبية اللازمة حتى يعالج ابنه اللي متعرض إلى كسور بسبب عدم وجود هاي المستلزمات بداخل المستشفى. تعالوا نشوف مستشفى الموصل وادي حجر، ما أبي تصور، ما أبي كل هاي الشغلات، ما أبي هسه ابني انكسر طفل باندج، ما أبي هاي، ما أبي الله وكيلك. هاي الأخرى مال جبس، مال جبس يعني نفسه مال جبس، ما أبي الله وكيلك. هذا اللي هماتي ما أعرف شنو هماتي، أنا ماكو بالمستشفى. هاي ثانية أخرى ماكو بالمستشفى،
وهاي هاي الراشيتي وهذا مستشفى وادي حجر. ليش مفتحين مستشفيات بالعراق؟ ما ادري. اذا المريض يروح ويطلع برا يشتري المواد مالته، ليش مفتح المستشفيات؟ ما ادري. مستلزمات جبيره ماكو، يعني كسر ترى جبس جبيره كسور، هاي اللي يلفوها يجوا تصير مثل البورق، هاي ماكو بالعراق. سرنجات ماكو، ادويه ماكو، غرف عمليات ماكو، أجهزة طبية ماكو، الإسعاف ماكو، إذا أجل الإسعاف ما بها بنزين، ما شاء الله. حكيم محمد علق يقول هذا حكم الأحزاب وحكم المحاصصة المقيتة التي بنيت على أسس الطائفية والحزبية دون الأخذ بمعايير المهنية والخبرة إلى أي مرحلة أوصلونا. شعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نقص وإهمال وتقصير متعمد من الحكومة وأحزابها. مؤمل العراقي يقول المستشفيات يموت اللي يطب لها، استونا مات لنا واحد بالإهمال، والله 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 مات بسبب الإهمال، بس أنا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبمستشفى الفرات الأوسط بالذات عود عناية مركزة إلى الله المشتكى. سادان أحمد، لا تدرون السرنجات ماكو ولا كانولة ولا كفوف أختي تشترين على حسابها حتى تسحب دم للمرضى. كل المحافظات نفس الشيء، كل شيء صار بفلوس. وأم ريماس، طبعا كل المستشفيات الحكومية هيج، واللي ما عنده يعوفه يموت، ماكو معاملة حلوة حتى، حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت هاي تعليق الناس على قضية انهيار الواقع الصحي بالعراق. أبو محمد من بغداد حياك الله. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شارك؟ أنت على الهوى أخويا. أي الو تفضل اخوي. هذول اللي يجب عليهم اخونا الوزيع، نعم، هذول معروفين اللي اول ما اجوا قلت له محمد الراوي عميد كلية الطب، نعم، وقلت له الاساتذه مال كلية القانون جامعة صدام، هذول هم ضد العلم، نعم، وضد التطور. الحين تقول النظام السابق، النظام السابق جاب الكفاءات، ينطي سياره مرسيدس وينطي بيت في سبيل يجيب الكفاءات، هذول قلت له الكفاءات برضو الكفاءات وقوائم بالطيارين العراقيين كلهم كتلوهم، هم هذول جماعة بدر، فهذول يعني ما واحد يتبع عليهم. نعم. بس يعني ما توصل أبو محمد، ما توصل إلى أنه واحد نائب عن كتلة إسلامية مثل ما يدعي ويغلط بقرآن. أقول لك هذول أهل القواطي، هذول عتاك يجيبوهم يخلوهم نواب، هم نواب هذول اللي ما يعرف يقرأ قرآن. يغلطوا بآية على ما النائب، هم ذول عتاق يجيبوهم، ذول عصابات. نعم. اللي قاتل ويا الإيرانيين ضد بلده، هم ذول هم عراقيين، ذول مو عراقيين. نعم. اللي يطلع يفتخر انه يقاتل ويا إيران ضد بلده. نعم. هم ذول جماعة بدر وغيرهم. نعم نعم. شكرا. شكرا شكرا لك أبو محمد. انطلق العام الدراسي الجديد قبل أسبوعين بوقت تعاني به البلاد من نقص كبير بأعداد المدارس، يقدر بتقريبا 10,000 مدرسة أو 9,000 مدرسة. أرقام وزارة التربية والتعليم العراقية أن عدد المباني المدرسية العاملة حاليا هو 16,800 مبنى مدرسي، علما أن أعداد المدارس المصرح إلها هو أكثر من 25,000 مدرسة. غالبية المدارس الحكومية تكتظ بالتلاميذ، هذا اللي يدفع هواية من العائلات اللي عندها مقدرة مالية أن تخلي ولدها بمدارس أهلية هربا من مشكلات هواية، منها الدوام المزدوج أو الثلاثي أو الرباعي، تدني المستوى التعليمي، عدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، نقص الكوادر التعليمية إضافة إلى نقص الكتب ورداءتها. وهي مشاكل أثارتها نقابة المعلمين بأكثر من اجتماع لها ويا رئاسات الوزراء اللي تعاقبت على حكم البلد. ناشطين حكوميين انتقدوا الحكومة وراء تسويفها موضوع ترميم المدارس بالعطلة الصيفية وراء ما تسبب الفساد بخراب بعض المدارس على الرغم من تشييدها من سنوات، مثل اللي صار بناحية النشوة بالبصرة ويا مدرسة النشوة الابتدائية. خلونا نشوف. دراء المحترم إلى السيد وزير التربية المحترم، السيد محافظ البصرة المحترم، والسيد مدير تربية البصرة المحترم. اللي أمامكم ظاهر بالفيديو مدرسة النشوة الابتدائية. هاي المدرسة تم إخلاءها قبل سنتين تقريبا بسبب تساقط الواجهة المرمر.
قبل سنتين وتم إخلاءها لهذا السبب، وصار سنتين على أساس أن نرمم هاي المدرسة. تم إخلاء الطلبة تقريبا 800 طالب ابتدائية إلى مدرسة الشهيد صلاح غضبان بناحية النشوة. بعد فترة إجا إخلاء على مدرسة الشهيد صلاح غضبان هدم وبناء، فاضطروا يحولون الطلبة النوب إلى مدرسة الشهيد أحمد عبد القادر اللي ما يوصلها الطلبة إلا بعدين يعبرون شارعين، يعني شوارع عامة تؤدي إلى حبل المجنون، وهاي الشوارع من خلالها تمر آليات ثقيلة وتريلات وسيارات، فطريق كلش مزدحم، صعب على طلبة البداية أن يتجاوزون هذا الشارع ويسببهم لربما لمشاكل وحوادث مرورية. مناشدتنا تقول الناشد السادة اللي ذكرته من بداية الفيديو، التدخل العاجل بحل إشكالية هاي المدرسة. المدرسة هاي حالتها جيدة جدا ما عدا الواجهة المرمر اللي بالأمام، على أساس أنه تخصيص الترميم يعني جاي إلى أن يتم التعزيز من وزارة التربية حتى يباشرون بعملية الترميم. ما يخفى على جنبكم بأن العام الدراسي بدأ وهاي عملية الترميم تستغرق وقت، يعني إذا أريد الكتابنا وكتابكم ومخاطبات، وحتى لو بدأ الترميم ما يخلص بأشهر، يعني يخلص العام الدراسي والعملية الترميم لسه ما خلصان. هاي ذكرني بالمدارس المنجزة 98% واجهة المرمر مالتها مركب بطريقة غلط ودا يوقع، أقشرها أأسس تأسيس صحيح إلى الواجهة، أرجع أركب الواجهة من جديد وأفضها للمرحلة. ثلاث خلفات أجيبهم من أي مكان بالبصرة تنحل المشكلة، ما تحتاج سين وجيم وودي وجيب وتعال. بس عاجبكم أنتو 800 طالب يطلع من مدرسة إلى غير مدرسة والمدرسة ثانية تنهد يروحون إلى غير مدرسة ويصير دوام مزدوج أو ثلاثي، بس أكو مبنى مال يستغل؟ لا، والحلو كتائب موجودة ومصبوغة الشبابيك أسود وكتائب بيض والباب أسود وأبيض وسبالت على كل صف محطوط واحد، وبعدين خليتهم يداومون يفرحون بمدرسة كم شهر أو موسم واحد دراسي وراح تقعدوهم بالبيت لأن المرمر دا يوقع. زين بلا زحمة اللي لزم هذا المشروع وبنى هاي المدرسة ورا ما بلشت الواجهة توقع، لأن المدرسة مبينة بناء حديث، جبتوه قلتوا له تعال شنو هاي الأخطاء اللي دا تصير لو راح ويا الرايحات. بدورهم انتقدوا الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي حالة الإهمال وعدم تهيئة المستلزمات الضرورية بالمدارس العراقية اللي بينت ويا بداية العام الدراسي، بوسط تحذيرات من تأثيرات سلبية للحالة على الواقع التعليمي بالعراق، إضافة إلى توجه هواية من العوائل إلى التعليم الخاص مثل ما ذكرنا. بسبب هاي الانتقادات تحاول الحكومة التستر على فضائحها من خلال إجراء عمليات ترميم سريعة وترقيعية ما تلتزم ضوابط ومعايير الأمان، هذا اللي رصد لنا أحد وجهاء ناحية عباسية بالنجف. خلونا نشوف عمليات الترميم بمدرسة بورسعيد. بينكم بين الله، لو ابنك يداوم هنا تقبل هاي المدرسة بهالشكل تترميم؟ تقبل راح يحط شيء المال سمعوني عم المسؤولين، شوف الشيء المال عليه من يحط تنوى، شوف الشيش هذا الخايس تنوى تنوى على اشقد هذا، كيف تكون هاي الشيش المهندسين الشرفاء اهل الغيرة تنوعوني عمي، لا انا مو صح قلوا له مو صح، كتبوا لي قال يا عمي اسكت انت مو صح ولا صح عادي الموضوع، خلي تنوى هذا الشيش وهاي شو يسمونها المهندس، هاي شو يسمونها سويتها على اساس 10 سنتيمات تتنوع لي، هاي 10 سنتيمات بشرفك تنوع تحطها، هاي على اساس يحطها 10 سنتيمات ويحط الشيمان فوقها وراح للغيره، هاي الشيمان راح يصير على هاي الفتحه، شوف تنوع تنوع الصبه اللي صار لها 44 سنه وتنوع صبتك المهندس المشرف، المهندس المشرف اللي وقف هنا على المدرسه هاي يتابع اعمالها قانع بالعمل هذا، زين انت اليوم راح تحط شلمان ورابك وشلمان على هاي الفطور، تحط شلمان على هاي، هاي فطور المدرسه شوف الفطور مالتها، وعلى اساس هاي ال10 سنتيم راح تحمل يصير وزن الوزن واحد يتوزع بالشلمان، شلون يتوزع على هاي؟ هاي مثقوبه وهاي مثقوبه وهذا فطور الحائط، ها راح يسوون حفر يحطون بها مساند يعني مثلا، زين بلا زحمه الفطور اللي موجوده بالحائط شنو؟ وهاي الصبة اللي فوق والشيلمان والمسان الذني راح يتحمل الحائط لو لا؟ قبل لحقنا احنا على هاي البيوت بس ما لحقنا على طريقة هاي البناء، كانت السقوف يسموها عقادة، سقف بيتنا واحد من عندهن يبنوه بطريقة قبة وراها
يريحوه يصير عدل ويثبت. وسنين بيتنا يمكن مبني من الستينات وما وقع ولا تفطر ولا صار بيشي، ومع ذلك بين فترة وفترة كانوا أهلنا يسوون إلى بعض الترميمات حتى يظل مقاوم، كهرباء وبواري ومجاري وصبغ وواجهات وشبابيك. أنا بحياتي أتذكر كانت الشبابيك القديمة أم الطلاقات وراها صارن أقواس، وراها ما أتذكر شلون صارن ثلاث مرات نغيرهن الحج عندنا بالبيت، ومدرسة حفرونهن حفرة حطوا صبة فوقها، والفطور ذني قاعدات يعني هذا الفطر يريح ويا الصبة، وباكر عقبة بأقل هوية وقع التلاميذ. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك أبو أكرم المياحي: ترقيع بدون علم وعدم الخوف من وقوع كارثة، أهم شيء المادة يضعها في الجيب، من هنا وقيس شلون تحصل التنمية البشرية إذا الحجر متآكل والقاعدة فاشلة. ميثم الجناحي: هذه كارثة، من يتحمل المسؤولية لو سقطت على التلاميذ؟ أهل المنطقة كيف قبلوا بهذا الأمر؟ هذا مشروع قتل للأطفال في المستقبل. باقر الكوفي: 350 مليون يبنى مدرسة جديدة. وعبد الأمير الساعدي: تكلفة الترميم أكثر من بناء مدرسة جديدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعدنا اتصال من أمريكا، محمد حياك الله يا محمد. ألو، السلام عليكم أستاذ أسد، أحييك وحي قناة الرب. حياك أستاذي العزيز. سؤال الأول، هذا جماعة بدر دول هم يسووا، قسما بالله هم يسووا استعراضات، دول هم أفرق من التنكة، هم دول الميليشيات مال الجيش المهدي، قسما بالله أتحداهم إذا وصلوا أبو غريب، إذا أتحداهم والله هذول أفرق من التنكة، دول في صفال الحين على ود الخايبة. نعم. الفقرة، الناس الفقرة يطلع يطالبوا بوطن يقتلوه، قسما بالله دول هم يستغلون لهم صالح إيران، هم جابوهم، هم قاعدهم على الكراسي. نعم. إذا طلعوا والله العظيم يحرقهم علي، والله العظيم دول أفرق من التنكة، وهاي شغلات المدارس، هاي الفطور، هاي جاي يقول لهم هاي خارطة للعراق. شلون قاعد يكتلون العراقيين؟ يكتلون ويجي هم يدمرون العراق، هيك هم يريدون يذبحون العراقيين. ما للاسف العراقيين نايمين مخدرين ونايمين، ما للاسف هم طلعوا عليهم، هجوا عليهم، هجوا، شوفوا الفلسطينيين جاي يسوون وانتم نايمين. فيكم تحياتي لكل قناة الرافدين البطل. شكرا عمري. شكرا لك اخ محمد. قطاع الخدمات واحد من اهم محطات الفساد واكثرها تاثيرا على الحياة السياسية اليومية والاجتماعية والاقتصادية بالعراق بشكل عام. هذا القطاع يشمل هواية من القطاعات، منها الخدمات الأساسية، البنية التحتية، الطرق، الجسور وغيرها، واللي شهد ذني خدمات انفاق مبالغ طائلة من دون أي تغيير حقيقي بالبنى التحتية، اللي بعدها تعاني رغم توسع قاعدة المستخدمين. جسور المشاة تعتبر واحدة من الشواهد على الفساد، على الرغم من حاجة البلاد وبغداد بشكل خاص إلى الجسور، لكن الحكومة تتجه لتنفيذ جسر مشاة بصف جسر مشاة قائم بالقريعات بكلفة 20 مليار، وما درست الحاجة الفعلية لمثل هذا النوع من الجسور بمكان ثاني يحتاجه بشكل فعلي. يعني بالقريعات أكو جسر، هذا الجسر لعبور المشاة. ايش سووا الجماعة؟ 5 أمتار لي غاد من عنده بنوا جسر ثاني همينه لعبور المشاة. هسه لو مسوي مال سيارات واحد يقول اي بيها باب وجواب، لو مسوي مال شيء ثاني واحد يقول اي بيها باب وجواب، بس مشاة بصف مال زي. اكو مناطق ثانية ما بيها جسور مشاة، اكو مناطق الناس عندها اطفال و افراد من عوائلها دا تروح دا نتيجة الدأس في اماكن ما بيها جسر مشاة. انت صرفت هذا الصرف دا تبني لي هذا الجسر واكو جسر هنا؟ خلونا نشوف. التخبط مستمر، هذا جسر القريعات للمشاة الجديد، شنو الفائدة منه؟ 20 مليار وجسر مشاة للعلم، وهذا ايضا جسر مشاة، يعني جسر بصف جسر للمشاة، وهذا الجسر الجديد بمكان ما يكون جسر لعبور السيارات ايضا هو فقط مشاة، والمبلغ المخصص هو 20 مليار. هاي دولة الفساد. واحد يقول لي شنو الدرد؟ شنو الفائدة من هذا الجسر؟ يصعدون اثنين يسابقون؟
يجون اثنين اصدقاء اقول لك انا اصعد على الجديد تعال القديم ونركض ونشوف من يوصل اول. زين انت تصعد على الجديد وانا على القديم ونشوف ياهو الاسرع العدل لو الماي اللي فوق. زين نروح انت على الجديد وبالرجعة اجي انا على الجديد. زين هذا القديم راح يبقى؟ لا راح تسوي لكم مناقصة ومشروع بتكلفة ما ادري كم مليار حتى تجي شركة تهد هذا تبقون ذاك. حتشولنا الصافي. انتقدوا مواطنين حال الجسور خصوصا جسور المشادة نحكي عليها بعد الملف بغداد بظل الاهمال والتقادم وعدم حدوث عمليات صيانة او تحديث إلها واعتبروها هي غير صديقة للبيئة ما تحمي من حر الصيف ولا تقي من برد الشتاء على الرغم من المليارات اللي تنصرف بالبلد من دون اي جدوى. خلونا نسمع هنا. يعني كل الجسور ببغداد تقريبا من نفتر قاعد نشوف الجسور مشابهة نفس التصميم تصميم قديم. عندنا هذا الجسر من زيون المنطقة الموحدة يعبر إلى البلديات جسور مكشوفة لا تحمينا من الحر بالصيف درجة الحرارة عالية تعبر 50 ولا تحمينا من البرد والمطب بالشتاء. يعني نتمنى إنه هاي الجسور تترتب تتكيف تتغلف مثل ما قاعد يسوي الدول العالم. يعني أكو بعض الدول حتى مسوي كافتيريا وترتيب وديكورات حلوة بالجسر مال العبور. يعني نتمنى أمانة بغداد تعتنب هذا الشيء وتغلف لنا الجسور تكيف لنا الجسور تسوي لنا جسور شيء مرتب وعصري شيء حلو حتى تخدم المواطن بشكل جيد. يعني جسور كلها قديمة ومتهالكة نتمنى تهتمون بهذا الموضوع وسوينا جسور حديثة. انت ايش سويت يا اخوي؟ بالله يا حكاية تطلع تحكيها. بعض دول العالم مسوين جسور مشات كافتريات، ايش راح يخلصنا من الاحزاب والكتل السياسيه؟ ايش راح يخلصنا هسه من المتنفذين؟ هسه يطلع لك واحد من الاحزاب الاسلاميه اللي ما يعرفون يقرون قران يقول له واحد من المواطنين يقول جسور المشات بدول العالم بها كافتريات، تعالوا نسوي كافتريات حتى نبوق من العالم بعد اكثر. ايش راح يخلصنا هسه من عندهم؟ هسه اذا سمعها راح نبدا نسمع مشاريع جسور المشات. لانه تعرفون حيدر العبادي لما كان وزير الاتصالات قال راح اسوي النقل عمودي. ما أعرف شلون يسوي نقل عمودي كل شيء ما شفنا من عنده. واحد قال راح أخلي كهرباء 24/24، واحد راح أقول أعطي حصة النفط للشعب، واحد قال أنا أخليكم تعيشون في حرية وديمقراطية والرواتب والرفاهية ده تشوفون اللي ده يصير. نفس الموضوع وجه مواطن مناشدة حول الجسر اللي قابل جراج النهضة واللي يعتبر جسر حيوي لعبور المواطنين واللي عاني من تشققات بالجسر وكهواية من الناس والمسافرين من كافة المحافظات العراقية ومن طلاب وتلاميذ مدارس وجامعات يتعرضون إلى الأذى لما يصعدون فوق الجسر ويعبرون من عليه إضافة إلى احتمالية سقوطه وانهياره أي لحظة. خلونا نشوف المعادية. هذا جسر هذا رحم والديكم جسر البيت كله مزغف. هذا جسر مشاك مال باب المعظم. هاك هاي طلاب جاي تمتحن. هذا جسر هذا منطقة حيوية كلها ناس تروح للجراج تجي من محافظات. وهذا الجراج باب المعظم. هذا جسر المزنجر. والله عيب عليكم بالكرام. الناس لما شافت هاي الفيديوهات واكو غيرها هواية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي علقت على هذا الموضوع. واول تعليق من الحاج محمد الحسناوي: مع الاسف على هؤلاء المقاولين هذا شغلهم غير مقبول ويجب محاسبتهم ويكونون عبره للباقين. وانوار عوده يقول: اغلب الشركات رديئه وشغلها خارج المواصفات فقط كلامهم راح نفرض غرامه ونوجه انذار والعمل مستمر على نفس الرداءه. أبو مصطفى العراقي: الله وكيلك صوتنا راح وإحنا نقول هذا الشغل غلط والموارد رديئة لكن لا إذن تسمع. وضياء الزياد يقول: مشاريع كثيرة لكن معظمها فاشلة بسبب لا يوجد رقيب من قبل الحكومة تتابع عمل المقاول وهذا ما لمسناه بعد نهاية أي مشروع جميعها فاشلة. فكانت هاي تعليقات الناس على قضية انهيار الخدمات بشكل عام بالعراق وحكينا بعد الملف عن جسور المشهد. مشاهدينا الكرام، العراقيين بكل سنة بمثل هاي الأيام يحيون ذكرى مذبحة مدرسة بلاط الشهداء اللي قامت بها يد الغدر عام 1987 على يد القوات الإيرانية واللي راح ضحيتها تقريبا 150 طفل بين شهيد وجريح
بقصف إيراني على مدرسة بمنطقة الدورة جنوب العاصمة العراقية بغداد اسمها بلاط الشهداء. الذكرى 36 للمجزرة تمر هاي السنة بظل استمرار القصف الصهيوني على غزة وبتكرار إلى نفس المشاهد وترويع الأطفال وعدم مراعاة حرمة المدارس اللي تنتهجها قوى العدوان بمنطقتنا العربية. لهالسبب قسم التواصل الاجتماعي ركز لنا على هذا الموضوع بهذا الانفوغرافيك، خلونا نشوفه سويا. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوغرافيك. جريمة بكل معنى الكلمة أن تقصف مدرسة، وحسب المواثيق الدولية ومعاهدة جنيف يمنع على أي دولة متحاربة أو على أي فئتين متحاربة إن كانت دولتين أو كيانين أو أي إن كان أن يقصف مستشفى أو مدرسة أو مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان، لأن محرمات دولياً. وإيران قصفت مدرسة بلاط الشهداء قبل 36 سنة وروع الطلاب قبل 36 سنة، وقبل فترات بسيطة شوفناكم طلاب بالعراق خايفين من القصف في شمال العراق، والكيان الصهيوني الغاصب كذلك ما قصر بهاي القضية، لكن ما حد يحكي. طالب مدونين باستخدام النفط كسلاح من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا أن تتدخل لوقف هجمات الكيان الصهيوني المغتصب على قطاع غزة. وحثوا المدونين الحكومات العربية وبمقدمتها حكومة الإطار التنسيقي بالعراق واللي تدعي تبني مشروع المقاومة إلى استخدام سلاح النفط بهدف تشكيل ضغط حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى من يقف مع ما يسمى بدولة إسرائيل من الدول الأخرى، بدلا من الشعارات الرنانة اللي لا تسمن ولا تغني من جوع على حد وصفهم. وأضافوا المدونين أن السلاح الاقتصادي هو الأقوى إذا ما تم تفعيله حاليا لتأكيد الوقوف ويا الشعب الفلسطيني بظل عجز وتخاذل رسمي عن استخدام القوى العسكرية بوجه الكيان الصهيوني الغاصب بالوقت الراهن. خلونا نستعرض سوية عدد من المنشورات على وسم هاشتاغ مع وقف تصدير النفط العربي اللي تصدر ترند العراق اليوم. ثورة تشرين العظيمة حيدر يقول: أوروبا والولايات المتحدة من الدول الصناعية الكبرى، لك أن تعلم أن جميع مصانعها تعمل بطاقة النفط العربي، فإن الضغط بورقة النفط وإيقاف تصديره قد يغير المعادلة لصالح العرب وغزة تحديدا وإيقاف الإبادة الجماعية لغزة. علي: العرب قادرين على إركاع كل دول الغرب بوقف تصدير النفط وبدون أي حرب. لينا سينيوريتا تقول: ورب العزة سكوتكم عما يحصل من مجازر في فلسطين سيأتي يوم وتدفعون ثمنه عندما تدور الدنيا وتشربوا من نفس الكأس. أحمد: خلوا موقفكم واقعي وليس إعلامي يا خوانا. كان هذا المنشور وغيره على هاشتاغ مع وقف تصدير النفط العربي للضغط على الحكومات. مشاهدينا الكرام، رسالة وصلتنا على الواتساب تقول:
اللغة العربية على أصولها عند عضو البرلمان أجلكم الله. رسالة أخرى كاتب بها: من ظن أن غزة تنزف الآن فليراجع نفسه، لكن غزة تتبرع بدمائها لأمة أصبحت بلا دم. ورسالة أخرى من شخص يقول: وليخسأ الخونة والجواسيس والعملاء والطابور الخامس وذيول العدو الفارسي البغيض والصهيوني الأمريكي البريطاني المقيت. هكذا كان العراقيين أخوة متحابين على سنة الله ورسوله، لا سني ولا شيعي ولا صابئ ولا مندائي، يجتمعون تحت خيمة الوطن وتوحدهم كلمة التوحيد، حتى جاء الاحتلال الإجرامي الفارسي الصفوي الإرهابي الأمريكي الصهيوني البريطاني ليجعلهم شيعة. خسئوا وخاب فألهم، سنعود موحدين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود يعني ببرنامج صوتكم لهذا المساء. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.